طبعا هناك صراع عربي إسرائيلي ما زال مستمرا، وإن كان هناك توقف لمفاوضات السلام كما تعتبر انتكاسة خطيرة لعملية السلام، وأنه يضر المنطقة إلى هوية وإلى مستقبل مظلم وإلى المجهول وإلى ما لا تعمل أخلاقه. فيجب أن يكون هناك تلك الشجاعة في استعادة مفاوضات السلام مرة أخرى، وأن يكون هناك التزام إسرائيلي بكافة تلك المعاهدات المواقف الدولية، وأن يتم التخلي عن كل تلك الأشياء التي تنقص العرب وتعتبر الخطوط الحمراء، سواء كانت طوفان أو ترويج أو حروب أو حصار أو رفض للمطالب الفلسطينية. وكيف يكون هناك تعدي على الخطوط الحمراء وأن يكون هناك تنفس الوقت، ويمكن أن يكون هناك جمع بين الضدين، ويمكن أن يكون هناك حسن النوايا حتى يكون هناك سلام عادل شامل في المنطقة ويحقق الاستقرار والهدوء، والسلام يشمل جميع الجنوب المنطقة بل والعالم والمنطقة.